الفلاحيات والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. نشرف اليوم رفقة الأخ جعلاب يوسف مدير وكالة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لوكالة بني صاب على تسليم شيك بقيمة 25 مليون دينار أي 2 مليار ونص للمتضرر والمؤمن السي بن زايد اللي كان الجيب تاع الشاليتي رابحة ميمونة كان تعرض لحارق على مستوى ميناء الصيد البحري بمستغانم. اليوم كما يقول لك هذا تجسيد للاتفاقية وكذلك كما يقول لك باش نغتنموا الفرصة باش حتى الكل أرباب السفن باش يتقربوا من الوكالة تاع بني صاف ولا وكالات على المستوى الوطني باش يستفيدوا من التأمين. واليوم كما يقول لك الصندوق الوطني كان يعني نفذ وكان في الموعد وبارك الله فيهم ونتمنى التوفيق للسي بن زايد باش كما يقول لك ان شاء الله يعاود في اقرب الاجال يعاود يولي في الخدمه وخدمه قطاع الصيد البحري.